هوت الأسهم الصينية اليوم بأكثر من 8%، وهي أكبر خسارة يومية منذ أكثر من 8 سنوات. يأتي ذلك وسط تأجج المخاوف بشأن شبح الانهيار الشامل الذي بدأ يخيم على السوق الصينية منذ يونيو الماضي، حيث فقد مؤشر شانغاي 8.5%. ويقول هذا الخبير المالي: بالرغم من أن المصرف المركزي اتخذ إجراءات لاستقرار السوق، إلا أن الشعور الشعبي لم يستقر بعد، وهذا الانخفاض الحاد سيذكر الناس بالانخفاض الأخير، فما حدث مؤخرا مأساوية ولا يزال عالقا في الأذهان، وهذا الشعور الشعبي يجعل السوق متقلبة على المدى المتوسط. ويتوقع الخبراء أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على السوق العالمية بعد الشد والجذب الذي شهدته أسواق المال العالمية بفعل الأزمة اليونانية. السوق الصينية مهمة جدا بالنسبة للسوق العالمية، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال فإن البنك المركزي سيشتري أسهمه. لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، وإلا فإن السوق العالمية ستواجه مشاكل والأزمة اليونانية ستبدو كلعبة أطفال أمامها. وكانت الحكومة الصينية اتخذت منذ نهاية الشهر الماضي حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة، وعلى رأسها خفض نسبة الفائدة وتسهيل إجراءات الإقراض.